السلام عليكم الزول في اللون، مرحبا بكم. ناس الجي اس كا طرح بيع تذاكر مباراة شبيبة القبائل والوداد البيضاوي على السيد تذكيرتي. السيد تجدونه في أول تعليق إن شاء الله، لهب يروح يشري تذكرة ليتفرج المباراة، واللي ما يعرفش يروح كما قلت لكم البارح، يروح لأقرب سيبان ليه ويدير ربما الطريقة لهب يشري بها التذكرة. كما قلت لكم رصيد تراه في أول تعليق إن شاء الله تجدونه، واللي حاب يماركي فليتفضل إن شاء الله. وفي هذا الفيديو أيضا دوك تسمعوا قاسم مهدي رفيق واحد اللي قال لك راه يا ريشان جاب شاك بلون ولكن ما كاين لا أموال لا والو، موبيليسيا اللي قاعدة تخلص في كل شيء، وراهم شوكي قاسم مهدي في شبيبة قبائل راهي في رابطة أبطال إفريقيا والسنة راهي تلعب على المراتب الأخيرة. ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناة، وتركوا لنا تعليق، واسمعوا واش قالوا هذا الثنائي على شبيبة قبائل تغير كروك. اسمعوا مليح. انت تلعب تشامبيونز ليغ ومن كلاسي افون درني في الشامبيون، صح؟ سي با لوجيك. صافي دير هاد ليكيب كي تشوف جي اس كا صافي عامين هما راهم في بونس اسوندونت من كلاسي دوزيام دي لا كوب كادو في لا كوب دافريك. في لا كوب دافريك كيفاش تقدر تلعب تشامبيونز ليغ وانت مكلاسي افون ديرني في الشامبيون؟ قاسم ستيف سي با لو بون اكزومبل باسكو كان عندهم اربعه من اللاعبين الكبار. لا ستيف نزلوا للدوزيام ديفيزيون داروا في دوزيام ديفيزيون. لا اسمح لي دونك ستيف سي تانكا ستيف اكتويلمون انا اون تران ديفلوبي اون اوتر استراتيجي. نو نو 88 باسكو 88 اكتويلمون اكتويلمون لا جي اس كيفاش تقدر تلعب تشامبيونز ليغ وانت مكلاسي افون ديرني؟ وكيما قال خويا منا البارح زاد ربح بارادو زاد عرف 5 بوان عليه 5 بوان 5 نقاط في 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 الشامبيونه راهي دو فيكتوار كونسيكوتيف ولازم يخسر. كون تشوف مهدي كون تشوف مهدي الكالوندري واش يستنى فيهم يروحوا يخرجوا للسيار بك مش سهله خلاص. انا ما فهمتش هنا اللي ما تفهمش لي كلوب الجيريان وين راهي لا ستابيليتي. لو سول كلوب الجيريان اكتويلمون لي نقدروا نقولوا باللي راهو في دون اون فري فاز وين راهو فهم شويه سي ال سي ار بي باسكو سي اون ستابيليتي او يخمم ريكروتمون انتيليجون. هو على بالو كيما قال خويا باللي الشامبيونا دوكا بلي ما لعبوش لا كوب دافريك اللي يدخلوا لا دوزيام ايكيب يقدروا يدوا الشامبيونا بهذوما. هو دار ان ريكروتمون نقولوا تري 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 سبيسيو سور شاك بوست. على بالو بلي خصو دي جوار كلي كيما هذوك لي زوج افريكان اللي جابوهم سي دي جوار اللي ديجا واجدين الكوب دافريك اللي لعبوا الكوب دافريك في ليسبيرونس. دونك انا ما فهمتش كيفاش انا نقدر نلعب تشامبيونز ليغ دو زاني كونسيكوتيف وتكون عند الكلوب لي لا جي اس كا ولات ومن بعد تلقى في الصيف ان ريكروتمون كي نا ريان افوار ني مع لا تشامبيونز ليغ ني مع الشامبيونا وني مع الشامبيونا. نجيب انا دي جوار سي ان كلوب سي لا جي اس كا. انت لعبت كونتر جي اس كا كتشوف الفريق الحالي واش كيف تسمع باللي راح تلعب مع جي اس كا سي ان اوت سي ان اوت ماتش. يا دي كلوب اللي تقول اليوم باغ اكزومبل راح نلعب الجي اس كا راح تلعب تروح تلعب كونتر جي اس كا تروح للوس ما تروح. يا دي كلوب سي دي سي سي ما تقدرش جي اس كا سي لا جي اس كا سي الكلوب لو بلو تيتري كامام. دوكا وين راه المشكل؟ تبدلت اداره كما قلت جابوا موبيليس بصح هو يا بروبلام كيفاش اشاك فوا نورمالمون اللي يجي في البوست هذا اللي خدام في البوست هذا يبدا بالافكتيف اللي عنده ويدير ما خير ما خير مش اشاك فوا الناحي 8 نجيب 12 كيفاش انت راك في لا كونتينيتي تاعك راك كلاسي دوزيام راح تشوف تشامبيونز ليغ كيفاش تجيب 12 جوار جدد؟ ها؟ وصلت لاجي اس كا سيتي سيتي مالورو اللي جا يا ريشان باسكو كي كان قال سيغ ان بلاطو كي نحكمها نمد شاكا بلون ما كان شاكا بلون لا والو دو زون ابري ولات في موبيليس تسلك فيهم. مي لحقت الوضعيه انه نحكم مع كلوب كيما لا جي اس كا ان كرون كلوب ما عنديش لي موان ما نحكمش صح باسكو لحقوا لي جوار كيما هارون يدير لك ريزيلياسيون اونيلاتيرال والقانون اللي حال يعطيك ميزون دو مور كان جور يقدر يدير ريزيلياسيون اونيلاتيرال وداروها لو دو جوار بن عبدي وهارون باش لحقنا الوضعيه لا جي اس كا ان كرون كلوب. نقول لك لي كرون كلوب اللي معروفين اللي يلعبوا دي كوب دافريك عندهم دي تيتر سيتمون افريكا يجي جوار يدير لك دي ريزيلياسيون اونيلاتيرال كبيره يعني عيب في حق النادي وقعدت يعني كان مؤشرات كبيره على انه ليكيب رايحه للهويه وقعدوا بلا ميم مانيير يعني ما جابوا دراهم ما داروا ان بون ريكروتمون ما كان يعني ستابيليتي يعني سيرتمون ادمينستراتيف وليهم لو كرون كلوب يخلص.